اهلا بيك يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. النهارده احتفالات بقى بمناسبه العيد وبمناسبه ان درع اليوتيوب وصل. شكرا شكرا شكرا، انا مستحيل كنت اوصل هنا من غيركم. تعالوا نفتحه مع بعض ونتكلم شويه. مبدئيا قبل ما نفتح الدرع، ما تنساش احنا عاملين جيف اواي بمناسبه وصلنا ل 100,000 مشترك. هدي لواحد منكم ايباد برو. كل عليك تعمله انك تتفرج على الفيديو اللي فوق في الاي ده بعد فيديو النهارده، وتعمل كل الشروط شرط شرط. هراجع وراك، انا غتت، واخر الشهر خلاص فاضل تقريبا 10 ايام هنختار الفايز. دي اقل حاجه اقدر اعملها كتعبير عن شكري ليكم. انتوا السبب اللي وصلنا لكل ده بعد ربنا طبعا. تعالوا بقى نفتح الدرع، انا متحمس. مالناش دعوه، رساله للتيم. لو مش واخد بالك، رساله من السي او بتاع يوتيوب ليدي اسمها سوزان، ورساله من اللي صنع الدرع شخصيا واحد اسمه ريك. Congratulations on your subscriber milestone. مبروك على اللي انت وصلت له ده، انجاز عدد السبسكرايبرز دول. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. احنا طبعا شرف لينا ان احنا نشارك، ان احنا نعترف بانجازك، وعايزين تجربتك تبقى فريده. This award was unexpected and packaged with great care by Rick. الجائزه دي تم الاشراف عليها بعنايه كبيره عن طريق واحد اسمه ريك. تعالوا نقرا رساله سوزان بسرعه. Some 100,000 subscribers. Just how far have you come? 100,000 مشترك. اظن بسيطه اللي انت وصلت له ده. Today we are so excited to celebrate your special YouTube journey with you. Not only have you brought a unique voice and style to the world, you have also created valuable connections and built a community along the way. النهارده متحمسين ان احنا نحتفل بانجازك على اليوتيوب مع بعض. مش بس انت قدمت لينا صوت فريد وستايل فريد للعالم كله تشوفه، انت برضو خلقت علاقات يونيك وقيمه جدا، وخلقت كوميونتي حوالين الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. In that spirit, YouTube is proud to present you with the Silver Creator Award, which celebrates your hard work and incredible achievement. بالمناسبة الجميلة دي، اليوتيوب ليه شرف ان هو يقدم لك الدرع الفضي عشان يحتفل بالعمل الجاد بتاعك والانجاز العظيم اللي انت وصلت له. Congratulations on this amazing milestone, just one of many we hope you will follow in the future. الف مبروك على الانجاز العظيم ده، هيبقى واحد من انجازات كتير انت هتعملها في المستقبل. After all, there are countless others out there who have yet to discover your passion and dedication. كده كده في عدد لا نهائي من الناس مستني يشوف شغفك والتزامك والمعلومات اللي انت بتقدم. Whether they come to your channel to learn something or just to have a laugh, a whole new audience is waiting for you to inspire them. سواء لقوا القناة بتاعتك عشان يتعلموا حاجة أو بس يغيروا جو ويبسطوا، كده كده هتلاقي ناس دايما تلهمهم. Just as your growing community continues to inspire you. زي ما عدد لا نهائي منهم بيلهموك. We cannot wait to see what you do next and we will be with you every step of the way. Yours sincerely, Suzanne. احنا مش قادرين نستنى نشوف اللي انت هتعمله في المرحله الجايه، واحنا هنكون معاك في كل خطوه في الطريق. حبيبتك سوزان. اليوتيوب ده اجمل منصه في التاريخ والله. والان اللحظه الحاسمه. تارا، بعشقه بعشقه، هينضم لاخواته اللي ورا. خلي ده معايا. كاوي فاينانس يا اخوانا. اكرر تاني، شكرا 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 ليكو، انتوا السبب في ده بعد ربنا وطبعا بعد مجهودي. احطه بقى جنب اخواته، بس مش دلوقتي، تعال نحطه على جنب ونرغي مع بعض شويه. انا كان كل هدفي من القناه دي اللي انا اوريك ان مفيش حاجه اسمها حظ، انت بتخلق حظك. انا كل يوم بثبت لك ده. انا عملت الموضوع مره وكررته تاني وعملته قدامك تاني عشان اوريك ان مفيش حاجه اسمها حظ. لو انت بتشتغل بجد وبتحط وبتنتج وكل يوم ما بتبطلش، عندك استمراريه والتزام، هتوصل. يعني هتوصل. قوانين فيزياء، قوانين الكون، ربنا عادل. لو لقاك بتتعب هيديك. اه في حاجه اسمها توفيق، اه في ناس بتتولد في مكانه وظروف احسن منك، ده مش في ايديك. نقطه البدايه والظروف اللي احنا اتولدنا فيها مش بايدينا. في ناس بتتولد في دوله حلوه، جنسيه حلوه، بابا وماما اغنياء، ده مش في ايدينا. بس هنوصل فين؟ ده في ايدينا. نقطه البدايه مش بتاعتنا، نقطه النهايه دي بتاعتنا. لو اشتغلت واسترجلت وما بطلتش وما يئستش هتوصل. نقطه النهايه بتاعتك هتبقى حلو. ده اللي انا عايز اوصله لك. الناس اللي كانت بتقول لي انت محظوظ يا مكاوي جبت 100,000 وبعد كده جبت مليون، قررت لهم الموضوع تاني عشان اقول لهم اسكتوا، الموضوع شغل شغل بس. لو بتشتغل وبتدي لازم هتاخد. واحد زائد واحد يساوي اتنين. اه ممكن الظروف تبقى وحشه، اه ممكن انت في مكان وحش، اه بابا وماما ممكن يبقوا وحشين، انا كنت في نفس الظروف دي. الفرق بيني وبينك ان انا ما بستسلمش، ما بيأس، ما بهداش، ما ببطلش، بقعد ادي وادي واشتغل واشتغل واشتغل، مسيري هوصل. الحياه بتدي فرص للناس كلها، اللي بيعرف يستغل الفرصه ده اللي بيبقى شار، ده اللي بيبقى مستعد، ده اللي بيبقى شغال على نفسه. كل ما هتشتغل وتبقى شار وتبقى مستعد اكتر، كل ما هتبقى محظوظ اكتر. لما تجيلك الفرصه هتستغلها. اظن سمعت مقوله the harder you work the luckier you get، ودي حقيقه فعلا. كل ما اشتغلت وتعبت اكتر كل ما هتبقى
تبقى مستعد انك تبقى محظوظ اكتر لما الفرصه تجي لك تستغلها. عشان خاطري، عشان خاطري ايا كان الوضع اللي انت فيه والظروف اللي انت فيها، اشتغل، اشتغل على نفسك. مش لازم تبقى بتعمل فلوس دلوقتي، الشغل ممكن يبقى شغل على نفسك في حاجات تانية، بتتعلم، بتاخد كورسات، بتظبط جسمك، بتظبط اكلك، بتاع تاتا تاتا. ده اللي هيخليك تبقى مستعد عشان لما الفرصه تيجي تقفش فيها على طول. كل ما اتحسنت وعليت، كل ما هتقابل ناس احسن، كل ما الفرص هتتشد لك. على قد ما تقدر حاول تستغل وقتك وما تضيعوش، انك تتطور، انك تبقى احسن هنا وجسمك. جسمك بسيط، جيم وتمرين ودايت. هنا اقعد اتعلم وشوف كورسات وجرب، جرب واغلط وتعلم، واغلط وتعلم، شوف انت بتحب ايه وكمل فيه. لو انت مشيت بالسيستم ده والله 6 شهور سنه بس هتلاقي نفسك في حته ثانيه خالص. تخيل 5 سنين، تخيل 10 سنين. عشان خاطري ده الطريق. الموضوع ما فيهوش سحر، الموضوع محتاج انك تشتغل كل يوم، كل ساعه، ما تهداش. ولو انت حاطط الهدف ده قدامك عمرك ما هتحس انك بتشتغل، انت بتطور من نفسك. ده مش شغل، كل ما بتعلى وتشوف نفسك بتعلى هتتحمس اكتر. حتى لو الفلوس قليله دلوقتي، حتى لو الظروف لسه مش حلوه دلوقتي، انت في ايدك حاجات ملموسه بتتظبط. شويه تاسكات النهارده، انك خلصت جيم، اتمرنت، كلت كويس، قريت كتاب، اتفرجت على كورس، اتفرجت على فيديو مفيد، دي حاجات صغيره تعملها كل يوم في ايدك. وصدقني مع الوقت الحاجات دي بتتراكم وبتعمل فايده كبيره جدا هتنقلك. عشان خاطري ما تصدقش اي حد يقول لك غير كده، والله انا عايش الموضوع ده وبوريه لك. الموضوع مش سحر، الموضوع شغل بس. وده اللي احنا بنعمله برده في التداول على منصه اكسبرت اوبشن هنا. كل عليك تعمله انك تجرب وتجرب وتتعلم وتتعلم على الحساب التجريبي لحد ما تبقى محترف. انزل سجل اللينك تحت الديسكربشن في اول كومنت برده، وتداول بايدك اول باول معايا. انا بوريك كل اسبوع انا بعمل ايه على الحساب التجريبي. ضعف ثلاث مرات ووصلوا 30-40 ألف. بعد كده خش بفلوس حقيقيه، ما تخش بفلوس حقيقيه على طول عشان ما تخسرش. خليك ناصح، اتعلم كويس الاول قبل ما تخش. حلو يا سيدي، تعالى نعمل 5 عمليات تداول بتوعنا بتوع النهارده. عايزين نعمل فلوس كفايه رغي. We'll be right back.
وبس كده سي. زي ما انت شفت مش مهم انك تخسر واحده ولا اتنين، المهم انك تكسب الباقي فتطلع باكتر من انت دخلت بيه. ما تنساش الجيف اوي بتاعنا، تدخل تتفرج على الفيديو ده وطبق الشروط. خلاص فاضل 10 ايام ونختار الفايز، وانك تسجع على منصه اكسبت اوبشن برده وطبق بايدك اول باول. هسيب لك اللينك تحت الديسكربشن في اول كومنت برده. طبق بايدك ما تتفرجش بس عشان تتعلم صح على الحساب التجريبي. لو عندك اي اسئله سيبها لي تحت في الكومنتات. اشوفك الحلقه الجايه.